انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. العشرة و 14 دقيقة موصل معكم في كلام القلب حتى لحدش تعليل. كل تحليلكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا قلب مفتوح في كلام القلب. لطف عليكم كل نهار خميس لا نحدد موضوعا معينا لكن فقط قصة حب مع معرش مع رجل مع امرأة مع شكون حسيت الحب مع حيوان ربيته مع واحد من العائلة مع الحومة مع بلاد. شنو هي قصة الحب هذية؟ كيف بدأت وإلى أين وصلت؟ تكلمنا على الرقم 31 308 1000 كنا مع محمد قبل الأخبار ولو كملنا الحكاية لكن حبيت نزيد نسمع منه شوية. أهلا وسهلا محمد. محمد 23 سنة من جرومبيلي كان مع علاقة مع طفلة دامت 8 شهور وسماها إنها حب حياته. من الأول دارهم رفضوا دار الطفلة لكن مش هو السبب اللي أنهى العلاقة. السبب إنه خطيبها السابق ليكس اللي هو ليلة العرس يذولي ولا نهار الخطبة نهار الخطبة فصع رجع من جديد عاود ظهر في حياتها وقال لها نرجع وهي على ما يبدو قبلت هكا ولا محمد؟ ايه. وانت رغم هذا قعدت تحكي معاها تنصح فيها كذا؟ وعلى فكرة وعلى فكرة خويا تعرف الاسم تاع الانسان هذيا ما موش على نفس اسمه لا 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 على نفس لا انا حكيت هذيك ما قوش بها خي خي اما اما اسمها اسم اختي ديجا. معناها وين دور تلقاه لسه؟ ديجا مش نحكي لك هذا صغيرة من نهار من نهار باتنا نقابل البلاد اخر النهار اخر النهار في شنبه انا ديجا باتنا نقابل باتنا ندور انا وياها واختي معنا مشينا نقول في قضية ناخذ شوية بش وكذا كذا معنا اي اسم على اليمين واسم على اليسار الصغيره والكبيره وانا نعيد الاسم يتعبتوا لي زوز تمهميشه مش تمهميشه بارك تمهميشه ممتعه ممتعه ما اما خلفت وراها برشا وجاعة اخي طارق خلفت وراها برشا وجاعة والله ناخذ لك انا انت نادم اللي اعطيتها مشاعرك والله كي تجي تشوف اخي طارق حسب اللي عشته وحسب البريود اللي عشتها وعظمه ما انا مانيش نادم اما انا 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 ما ندمش على حاجه عملتها حاجه الاولى حاجه ثانيه انه ما انا ما شو اقول لك ما انا هي كشخص ما انا ياسر ظلت روحها ياسر اخذت روحها ياسر ما تبقى بالك تحبه هي علاش تحب تحطه مثلا انت علاش تحب انت هي تحب قلت لها يا بنت الناس انت ما انت ما اخي قتي قتي اخي دار الرغبين وانا قد شنو قد اكن هكا انا وياك ومعنا ونشنو سي قلت لها كي انت ما تحب ما انت ما انا مجبوش حنوص انا قد شوف انسان اخر اما مش انسان هذي انسان هذي وصل خليك انا فرحك وصل وجعك معنا اكبر اكبر وجع الانسان يتعرض لها في حياتي اخي دارك انا توصل انت ترجع له يا اخويا طارق معنا وصلت انا قلت لها كلام قلت لها اسمعني قالت لي بطل اكل موبقات وكذا وكذا قلت لها يقول لك انا كلمه قالت لي وعدني وكذا وكذا وخلي يصلي شو صراط مستقيم قلت لها اول حاجه انه لا اعرف غفور رحيم ثاني حاجه قلت لها اللي في طبع قال مثل تونسي معروف اللي في طبع عمره ما تتخبى انت تحكي على اللي رجعت له اي قلت لها اللي في طبع عمره ما تتخبى معنا تويك هو ومريك وجه السوق هي توا معاها واي قد مريك وجه الملائكي عملوا خطبة والله نقلت الأخبار محاسبة ونهار اللي كلمتني كذا وكذا آخر مكان من بيتنا قالت لي باش معنا بعد جمعة باش يخطبني كذا قلت لها بنت الناس ما عادش كلمني وهز ربي وهي كانت رامحة وشنو على فكرة انت هي اكثر انسانة معنا اكثر مني معنا تطلبني تحكي معي وكذا خاطر انا سامحني خويا تعرف قلت لك قبل ما سامحني فانا عرفتها انت؟ انا عرفت انا عرفت متأكد تصرفاتها اش معناها؟ اما مازلت تحبها انت تصرفاتها مش كوتي مش نحب اما كوتي خلت لي اقل مكان ناشي حد فراغ انا طارق طبيك معنا حاسه رخت بيك خليتك
اي معناها مخافه كانت حكايتنا. ساعات تقول لك هي مش متاكده من روحها اللي هي تعديت اللي قبلي، علاش خلتني نحب هكيك؟ هذه حاجه وحاجه اخرى. معناها انا قلت لك راهو اللي تعدى على روسنا مش شويه، راك نقول لك راهو الناس الكل ضد الناس الكل قالك لا من كل شيء. معناها وصلوا والديها قالوا لها ما نرضاش عليك توصل تاخو الانسان هذاك. قالوا لها انت توا قلت لي اللي فيه طب عمره ما تخبى، يعني انت تتوقع عدم نجاح قصتهم بما انه جبد بها مره، تصور مش عاود يجبد بها عادي. معناها ولا ينجم يكمل معاها معناها وتولي معناها وتولي بيتهم برشا مشاكل. انت خويا طارق بلاش نقول لك كلمه ديجا معناها من نهارك الصباح بكري معناها وصلت طارق هذه وهي سيده هذايا وصلها ضربه يا خويا طارق وصلها خنقه شهر قتلها خليته يا الصباح وصلها في كل هذا. رغم كل العيوب هذه محمد، رغم كل العيوب هذه في الاخر هي اختارته هو. معنا طلبتني سامحني غدار شقول كلمه طلبتني الستة ونص الصباح قالت لي تحبش نرجع اتنضحك انا ما ترجعش اتنضحك ما ترجعش انت نعم مستحيل. قلت لها نعم قلت لي تحبش نرجع فقت بغلطتها وعرفت ليه تحبك ما ترجعش انت. قلت لها اللي توجع مرة اخرى ما شهد توجع مرة تانية. انا خويتاق طيحت مرتين طيحت برشا في حياتي بالخاص المرة هذه. اخر شيء محمد شنو تقولها لو تسمعنا؟ نقول له اخر شيء انا متمنى لك الخير، متمنى لك نقول لك ربي يرضي وجهك وربي يسعدك وفما ربي وكو. اما بلاي خيرتك لو تسمح عندي ديما نسمح انا ديما نسمح محمد انا هوني باش نسمح. الخميس اللي فات زود اللي جاوب حداك هذه قلت له مستوى انا في بالي باش تسالني على مستمعه هدى وامنة. اشكون هدى ولا امنة؟ الحقيقة على 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 أنا هاي هداك أكبر منك خاطر حق ربي نسينا رأسات مش حسيت فيها أنا جت للناس اللي ما فرجتش فينا. احنا بالخميس ناخذ شكون ينشط معانا جماعة فات جاو سير بلاتو نشط معانا أمنا وهودة. أمنا عجبت مهدي عجبت محمد يذول هاي أمنا الحق انت ربي صوت الله فاهم أنا دقيقة ومنا نقولها حساسة خاطر أنا أخي طارق خذيت عهد على نفسي تعلمت من تجربتي السابقة إني من هالقدام ما عادش نحكي مع إنسانة أكبر مني في العمر هي قاعدة نحن تو مثلا أمنا قدك يذولي 23 أي أنا قدي في العمر ديجا أنا مالي فات من أحكي لك حاجة صغيرة حاجة تضحك من انا اللي فات كي كريتها دمعت من الحب. لا 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 كي سمعت رجفت قشعريره سمعت سامحني اسم ولقب ديجا فيسبوك خيته ونكتب ونعاود شيء كتبت بعد امنا بن عثمان اي وما طلع ليش ولكن ترسمونا كيف ممكن كان تسمع فينا تو هيك انا بعديك انا بعث لها المكالمه نتاعك انا نعرف الكونت نتاعها انت لا نجم حتى نعطيك نمرو خدها ديجا نمرو نحكي يبالك اللي انا عندي كونتوها وانت لا ولا انت عاد هي انت واصل مش كيفي انا شنو واصل وين واصل يدي انا خاتيني نقليبي مسكر على روحي ايش تدخلها لو تسمعنا امنه قول لها والله كما تعرفش معنا انا راني تقول احنا ناوي على الخير ومعنا وراني انسان معنا نمشي بالعشره وراني راني نحب حب صادق اول حاجه معنا. اما انت جرومبيليا وهي باردو مش جرومبيليا وباردو مش بعيده شويه؟ ما عادي مبناتها لواج اي ظاهر تعلمت من الاخطاء محبت. يلا شكرا لك اللي شاركتنا قصتك هذه. لا مرحبا بك اخي القلب ما يريد سيدي. اسمعني
نعم محمد ما يقلقكش كان هكا تنجح تولي منشطة في الإعلام هي وكاميراوات وأضواء جسيتسي عادي 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 مرش معنا عادي انتي اكس نورمال انتي اكس بركة تعبك تصور يقولوا يتبعوا فيها ملايين ستوريات وكذا لا مش هكاك مش هكاك مش هكاك تبعوا فنانين ستوريات مش هكاك مش هكاك على الاكس مش اكس ما قلت لك لا هكا هو عاد مش نعاودوا نحكيوا حكاية الاكس واضح وصلت الرسالة محمد اما شنو ما تنجمش عندي عندي طلب صغير جوست عندي غنية نحب نسمعها يا ربي تسمعها ولا تحب تهديها لامنا لا هذه هذه نحب لا مش هذا الامن هذه على الاكس كنت معها ما غنية نحب عذريني في يوم زفافك لا غنية محمد فؤاد انا لو حبيبك انا لو حبيبك بلاش شوفوا لنا لو عنا نسمعها بعد شوي شكرا لك محمد اللي شاركتنا قصتك كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا فما قصة طويلة جاتني في مساج نقرأ لكم بعد شوية تحية لكم كل الناس اللي تابعوا فينا حبيبي رحاب نسلموا عليها بلقيس قد يسلم لي على أحمد العجيمو أحمد العجيمو ذاك يسلموا عليه في مسك مع مروان بوزيان ولكن تنحاول نوصل لك السلام هذا كل تحية لك بلقيس وكل متابعين عنا مهدي في الهاتف أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخويا طارق يا مرحب سيدي بتين عليك ها؟ لا والله أنا قعدت نسمع في قصة محمد يعني كعدة شيء اش قولك في محمد في الأخير تضرب في جي واحدة جيت معنا جمع لي فت هاي سمعتها آمنة آمنة يعني والله مشى في بالي مشى في بالي زملاء يعني ما لا معنا منشطين يعني ما جاتش البالي اللي هم معنا اش قولك في المردود ها؟ والله أعطيك الصحة والله احنا كيكة كل جمعة نجيبو شكون يحب يجربك ايه ولا يتدخل معانا مع فيه كل ليلة كل ليلة نسمع الله يبارك فيه. لك يا مهدي الله يبارك لك مين تكلم فينا من سوسة قديش العمر 48 48 سنه اش تعمل في الدنيا سي مهدي والله نخدم في التوريزم باهي سيدي ربي عينك سافا ماشي السياحة في سوسة سافا والله سافا سافا خير 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 من عمناول برشا ديجا راني راه شاركت معك عمناول في موضوع ما نسيت شنو هو الموضوع عمناه ولا كلمتك مولوقيت هذا هيك يا سيدي اللي نسيناه تعدى هات نسمعوا الحالي احنا اليوم قلب مفتوح قصة حب فمن هذا الشخص او ما هو الشيء الذي احببته باش تحكي لنا علينا باش تحكي لنا عليه باش نحكي حب في اقوى شوية مهدي كي راهو سمعك حد تو هيك تسمع فيه هكا خير اي قبيلة كان روحك كنت تسمع قلت لك اني اني عشت قصه حب سيدي قديمه شويه في 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 الالفينات في 2003 2002 هاي قبل كوب دافريك بشوي وهكا واضح ها اي واضح واضح باهي قصه حب يعني باتم معنى الكلمه مش قصه معنى قريت شنو هي لكن التوا ريت التوا التوا معناها مش اني نقول لك حاجه التوا ريت دي طون زون طون راها هي فهمت دي طون زون طون والله عندي توا اني ماشي نخدم ممكن فما يجي خمسه ولا ست ايام هكا اني في الرامبوا هكا وهي قصت بالكهرباء مروحه قعدت هكا قعدت واقف اني ما فهمت شيء معنى ريت توا 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 حاليا كي راها عاود لي عاود لي عاود لي المشهد هذا المشهد هذا عجبني انت في الرامبوا على ساقيك اني في الرامبوا هابط ماشي ماشي بعيد عليا الزون يعني فهمت كيفاش وهي فرما معناها كانت في بلاصه مروحه ماشيه لدارهم في سنين دارهم ايه انت على سخيك وهي دارت بالكهرباء على الرومبوا ايه وانت قاعد تتبع بعينيك قاعد تتبع بعيني اني كي نشوفها نطور توا مثلا توا كي نشوفها فما حاجه تتحرك فيها سبحان الله والله والله خويا طارق معناها ريت الانسانه الوحيده في حياتي اللي حبيتها معناها بكل صدق ومش معناها من طرف واحد حتى هي زاد ريت قبل تقول لي مرة كان مهدي معناها يعني ما فماش عاد ما فماش هي تقول مرة كان مهدي وانت كنت تقول مرة كان الانسانة هكية بدون ذكر الاسماء ايه برا نسميها اماني ايه يعني نقول مرة كان اماني شبك تغششت يا اخي اختف الاسم ولا شناي ها اخي اختف الاسم صحيحة اماني هيك ولا؟ اي هي ما اسمهاش اماني هي لا لا ما اسمهاش اماني هي ما اسمهاش يلا سيدي دونك اماني عرضتك في الرون بوان وانت قاعد تغزر لها هذه 6 7 ايام التالي ها مده 7 ايام التالي والحكايه معناها وفات ما بيني وبينها في
2003 قلت لي 20 سنه لتالي. اقطع عمرك بريسك 28 سنه. صحيح. كان حب متبادل ولا من طرف واحد؟ لا حب متبادل، كان حب متبادل، يعني تحبها برشا وهي تحبني برشا. ما الذي جعل هذه القصه لا تتواصل يا مهدي؟ باهي اللي جعل القصه ما كملتش بوها الله يرحمه، رحمه الله عليه، وعندها اخوها زاد وقف. معناها هي 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 كيفاش معناها القصه ما كملتش، ثم انسان معناها دخل في حب ياخذها، حب ياخذها، منافسه شرسه، منافسه شرسه. صحيح. دخل يا اخي، علاش كي يدخل واحد يحب ياخذ علاش نخسروا احنا اللي الاولانيين؟ مش برسيب يخسر الجديد؟ مش هكاك، اني مش اني مش 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 اني لو بعدت ولا هي بعدت، اما في الوقت هذاك انت خويا طارق تعرف مش كيما توا، معناها تنجم تفرض على الـ على الـ على الانسان، فهمت؟ معناها بوها ينجم يفرض عليها. بوها واخوها نجم يفرضوا عليها، حتى تو موجود بقله، تو بقله، اما تو فيسبوك وانستغرام وكذا وكذا، تتعرف عليه وما يفيقش حتى واحد، ويحكيوا مع بعضهم ويشوفوا بعضهم، ولا بوها يعلم ولا خوها يعلم، وكل يبشرك بالخير. فرحتهم الاولياء انت تو. والله خويا طارق قبل ما كانش وقتنا كيما وقت توا. دونك وقتها خوها وبوها رحمه الله عليه قالوا لها تاخذ السيد الجديد هذا، علاش؟ قالوا لها علاش كل ما يبقى هي شنيا كل، قالوا لها علاش كل ما يتقدم لك واحد تقول لا، وهي تستنى في حضرة جنابك. واني وقتها العمر هذاك فهمتني، ولا ما زلنا صغار وكفهمت منطقي، وهي وقتها وهي وقتها تقرا في التمريض، معناها ما زالت هي تقرا واني ما زلت وقتها نخدم وما زلنا نكونوا بشويه. قالوا لها لا السيد هذا اموره مريقله وانجينيير انفورماتيك وما انتش عارف شنو هو، ولعبت لك ال 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 قد ايه بيناتكم؟ قد ايه بيناتكم عمر؟ ما بينات ماشي ياسر، يعني وقتها عامين ثلاثة؟ هكاك فما عامين ثلاثة، هكاك فما عامين ثلاثة. أنا سألتك علاش، حبيت نعرف عمرها، يعني هي وقتها 25، مش كل في الوقت هذاك مش كل يسير لازم أتعرس يعني، حسيت علاش علاش يا هو يا يا س... يا لا يا حسيت مازال وقت تاع تنجم يصبروا عليه. صحيح. اما هما وقتها فرضوا معناها قال لها شنو معناها، معناها كلوني تقدم لك انت الانسان هذا، قالت لهم راهو اني عندي انسان في حياتي معناها هاي شكون هالسيد هذا جيت انت؟ اني معناها وصلت حكيت مع بوها وحكيت مع اخوها وكل شيء وفهمت، وفي الاخر ديما نقولوا المكتوب يغلب هو، يعني قالوا عليك مش حاضر هذاك هو. صحيح. قالوا مش حاضر. باهي مش حاضر، مش حاضر، ما نجموش نستناوك تحضر وقتها ولا ما طرحتوش؟ قال لك احنا ما نخليوش الطفله معناها كيفاش نقولوا بلغه اخرى يعني مش تضيع، فهمت؟ مش نقعد مع السيد هذا، السيد هذا نعرفوه يخدم في التوريزم وكله توريست ومش عارف شنو هو وجو كذا وجو مش عارف معناها يعني هما خافوا على بنتهم اكثر من انه كان كونترك انت. صحيح. خذروا لها الحكايه يعني من منطلق اخر، مش من منطلق اللي الانسان هذاك يحب. تفكيرهم عطاهم انه انت بحكم خدمتك بحكم السياحه هاو سياجات هاو المانيه تعدى تتسلم هاو الطليانيه تحب تعمل صحيين كسكسي، قالوا مهدي ما يطمنش ما يطمنش هذا ما يطمنش خلى هذا ما يطمنش، وحبيبتك رضخت طبعا لاوامر العائله. رضخت و عرست بيه الانجنيور وعرست بيه، مش نزيد نعطيك حاجه في طارق، عرست بيه وقعدوا بريود واني عرست وعندي وليد وطلقت وهي عرست، اني عرست درنير مو اني ريت مش نقول لك حاجه يا طارق سامحني كان معناها على الوقت، اني مش نقول لك حاجه، اني كان ما جاتش امي ما نخوشي يعني ما نعرفش ما نخوشي مرأة توا حطتك تحت الامر الواقع. صحيح. يعني كيما هي عرست كيما انت عرست. اي هي عرست معناها قبلي، هي بوها وانت بامك. اني امي قالت لي معناها اني كبرت ونحب نشوفك باش نتهنى عليك نشوف صغارك نشوفك ايش بيك، اني عرست في ذلك عرست اوت 2014 27 اوت 2014 عرست 10 سنين تالي 10 سنين تالي عرست بعد 10 سنين من حكايتك.
قاعد نورمال مو نورمال مو وهي قاعدة معرسة بالانجينيور طلقها يغليوا علينا الخبز الانجينيور مات ديما ياخذوهم في الاخر ديما ياخذوهم والله غريبة والله تا ورانا منشط في النفس انجينيور نمشي نكتب تيتر لو فهم شيء في الاخر في الاخر مطلق واحد يخدم في التوريز ماشي نفس انجينيور اون برينسيپ هي ما عندهاش علاقه لا. لكن هالتيتر هذا انت ديجا من طريقه سردك التيتر كان مغري وقتها كي تقال صحيح وثبتوا حتى بلاش ساعات ما يثبتوا هذا قداش مدخول وهذا قداش هذا شنو مبات وشنو مش مبات وهذا وقتاش يطيح وقت وين اخلاقه وحدودها وين لي ليميت نتاعو معناها خاطر هذوما حاجات ينجموا في الاخر يخليوك تطمن المسافة بعيدة على بنتك وعلى ولدك صحيح والله يصدقني حتى بعد العرس وكل شيء وقعدت نشوفها دي طون زون طون هكا كنا نعملوا قهوة هذه دو طون زون طون مقبلة تقول لي فيها مانيش مرتاح لها كيفاش حاسسها دو طون زون طون برمجين تبرمجوا كيف تتقابلوا دو طون زون طون مش صدفة فما مرة برمجتوا برج وليا برج وليا فما مرة برمجتوا هي معرس فما يجي ثلاث مرات بس ايه طيحتك عرفتك انا انت ايه اللي شاغبني فيك اللي انت بكي فيك على طيح المنزل تيفازيت يا ذو مش بكي تبارك الله عليك والله ما شاء الله عليك اخويا طارق والله عايشك ربي يبارك لك سيدي والله كل ليله كل ليله يعني ريت نبدا نستنى هكا باش نحط هكا ديكوتير ونبدا نسمع فيه تمنيت كان عندي كان جات عندي موهبه خير خير من كشف القصص كشف الكنوز حاجه اخرى كي تفيدني بيش حتى كشف القصص تغنيني عن كل كنز يا مهدي ما دام قصه تحكي لنا وترتاح تغنينا على كل شيء والله 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 يعطيك الصحه والله فما مواضيع والله مواضيع تجيبهم في ريموك المواضيع مهدوش يعني يمسوا يمسوك يمسوك مهدوش بروحك اللي انت مهدي معناك والله مهدي اخوي المخرج باش يحط لنا تابي سسبانس أه. وانت باش تحكي لنا على ثلاثة مرات اللي تقابلتوا فيهم وهي متزوجة ميسير شكرا هي عرس 2004 هكا ولا كيفاش هي عرس 2004 هكاك لا هي سيدي بعد البريود هكي قعدنا مع بعض 2003 2004 عرس 2005 عرس 2005 مع كوب دي موند كرة اليد انتم وقتاش تقابلتوا مهدي بلا مهدي احكي احكي بشوي لا يسمعنا حد هكا ولا تصير مشكله وقتاش تقابلتوا من 2005 نحكي على اللي بالذمه مش دو طون زون طون اللي بالذمه والله يجي نقول لك جيت انا جيت انا بحذرك قعد عندي نمره مسجل عندي بورتابل ولا فيكس وقت وقتها بدي البورتابل 33 ديس يطول صحيح وقتها عندي سوني ريكسونيت باهي قعد مسجل عندي نمرها طلبتها قلت خلينا نجرب يعني هيك حسيت بك قلت خلينا نجرب نضربها ترى نشوف شنو هزت عليك هزت عليك هزت عليك وهي تعرف النمر ولا؟ لا لا تعرف النمر مقيدته عندها فهمت قلت لها وينك شنو احوالك شنو عامله شنو هي الوقت اللي كلمتها فيه مهدي؟ الوقت اللي كلمتها فيه كلمتها الاربعة بتاع العشية كيكة لا من بعد فما يمكن السبعة نتاع العشية سبعة ريسك فيها سبعة معناها خلاص ما هو اني جرب حبيت نجرب قلت كان فما حاجة تو هي ما تهزش ولا تعلق ولا تعمل أي حكاية الحال صيف ولا شتاء؟ الحال صيف صيف مازال النهار طويل يعني الحال صيف والمسيو وقتها صرت مشى لتونس ولا شنو عنده خدمة انت في بالكش كي طلبتها لا في باريسي دونك قبل المغرب بسويعة غير باع في الصيف طلبتها السبعة متاع العشية هزت عليك صحيح عسلامة أماني عسلامة مهدوش صحيح ولا قتلك عسلامة مهدي لا والله كينك معايا والله قتلك مهدوش اي طوى تقول فهد جاء بالله والله عسل الحكاية ما لا وانت هاي قتلك عسلامة مهدوش هاي يعني انت عاد هزلك المورال وقت شنو تهزي المورال؟ هاني قلت لك نطير ولي طايرة بعد ما طرت سيدي هيك وعد قلت انا مالا كيفاش نجموش هيك عم قابلك نعملو هيك قهوة ناكلو حاجة قلت لك علاش؟
قالت لي توا كيفاش معناها ما نجمش يعني توا بالك شي فما حريسك يراني شي حد من دارنا نولي معناها. قلت لها لا نمشيو لبلاصه معناها كما يجي بلاصه جديده. مشينا والله كي عندي توا مشينا المارينا في المستير. انتم ما في من سوسه ضيعتوهم جمله. عملت له تاكسي جات له تاكسي طلعت فيك وصلت بحدا دارها فهمت وقتها هي تسكن في ساحل. هاي التكنولوجيا عندك من قبل انت له تاكسي وبورتابل عملتهم 2022 انا ذوم شنو قالوا تاكسي وبورتابل وكل 2005 يا كفايتنا برشا مهدي في ماله ماله من قبل انا يعني قلت لك عندي سوني اريكسون ما زالك سوني اريكسون آه. صغيرين انا قلت البارح اول مره عندي ابلكاسيون تاكسي والله العظيم وما جاش نمرو يا لا تولى له تاكسي شبعوا ما عادش حتى تقول له تاكسي ما عادش يجيو تاع حياتي كان بالصيف اي زيد هردنا سبونسور احنا عايشين بالصيف ويقف لك يقول لك بربي وين ماشي انت يا مهدي أخويا. مشيتوا للمستير ايش صار؟ مشينا للمستير قعدنا في مارينا غادي في المستير وكل عملنا هيك قيوه عشاء هيك صغير فهمت عشاء عشاء صغير مش نهارتها هيك كلمتها من غدوه هيك ليه 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 نهارتها نهارتها اي نهارتها شنو هالشوق الكبير هذا وقت المسير في تونس اي راجلها في تونس ما شاء الله ايه وانتم كسرتوا للمستير وعم كسرنا للمستير غادي ايه عملنا بيتزاتك وعملنا بعض قهوي وشويه ومشينا شويه عندنا الوقت كيفاش؟ عندكم الوقت عاد وقت ما كنتمش مقصورين بيان سور عندنا الوقت ايه والحديث كيفاش كان؟ والله باش نقول لك حديث كيفاش كان ما نجمش نوصف لك يعني فما هيك عينين تلمع فما حاجات هيك برشا حاجات شنو اللي اللي شنو هي نوع الكلام اللي حبيت تخرجه ورجعته بحكم الوضعيه اللي انتم فيها وقت انها متزوج والله هي نقول لك الكلام اللي حبيت نخرجه ولا قلت الكل اني في طبيعه اني ما نخليش حاجه في قلبي نقول ظاهر ما شاء الله نقول اني ديجا قلت لها علاش قالت لي ما نعرفش قالت لي اذا كانت تحب انت معناها وتقف معاي اني نجم من 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 نعمل اي حاجه ونمشي معاك ايش معناها؟ نطلق ولا نهرب؟ نخرجوا لبرا قالت لي نمشي وما نعرفش قالت لي نهرب ولا نطلق؟ معناها فك البريود هذيك تحب معناها قالت لي نعمل ما نجم نعمل نقدم في الطلاق ونخرجوا نمشيوا معناها نمشيوا نخرجوا من البلاد اصلا نخرجوا من تونس وقت سهل الدنيا هكا ولا غالب انا قلت لك ديما المكتوب وكانت مستعده تحسها لخيانه زوجها لانه قلبها معاك على ما يبدو هي مش خيانه راهو اي هاي مش خيانه هاي راهي خيانه هي كي توصل درجه معينه راهو خيانه المشاعر مهدوش كما هي تعيط لك اخطر برشا من الخيانه التام يعني يقول لك ساعات خانني ولا خانتني في نزوه توجعني اقل من انه حبته اللي خانتني معاه فهمتني فهمتك اما هي الانسان اللي اللي اللي, اللي معاها ماهيش تحبه ما تحبوش تحب انسان قبله هي ممكن كيف مشات لو كنت تقول انت الغلطه من الاول الغلطة من الأول صحيح اللي صار فقط هو نتيجة حتمية صحيح مش الحكاية صارت تلك الوقت ذاك معناها بعد اللي هو عرس بها هي مشات خانته هو يعرف اللي هي إنسانة ذيك كانت عندها إنسان تحبه وكذا وبعد جي رونديفو ثاني ورونديفو ثالث وتحكي وكالعادة الرونديفو الثاني والثالث كل ساعات نشوفها وهي معناها هنا هنا معناها فهمتك في كان جميل جميل تريز طلقت هي اي طلقت هي طلقت بعد ما انت عرست طلقت هنا هنا طلقت جميل لا اله الا الله محمد رسول الله ما حد ما كنتش شاهي لو كان طلقت قبل ما تعرس انت والله كنت منيت لو طلقت واني ما زلت معناها ما عرست
جميل فدو وانت ديجا عندك صغار ولا صغير؟ أنا عندي ولدي ما شاء الله 9 سنين توفى. اي وانت مهدي احنا طولنا طولنا اخوي. عرسك اخوي شنو جو؟ الحمد لله. بارد كما عرسها هي؟ لا. تحبها؟ لا انسانة زيها خلتني نحبها بالحق والله. عباي والله ورس خوي طارق هو راهو ايش نقول لك؟ هو راهو يقول لك ما الحب الا للحبيب الاولي. هذا فما فما نساء كي تدخل في حياتك تملي لك حياتك هكا والله بالحق والله. لكن يا مهدي اخويا السرد متاعك الحكاية عنده 20 سنة من غير المنطقي وصفك وسرحتك وكتبسيمتك وانت تحكين على رونديفو المستير من غير المنطقي ولا يستقيم انه انت توا تحب في امرأة اخرى رغم انك تحكي على القصة هذه بنفس الروح هذيك. يمكن مرتاح معاها إن هذا نتصور ولا بلغت في حكايتك متاع قبيلة؟ لا والله ما بلغتش ما بلغتش في الحكايه نتاع قبيله وممكن ما حكيت لكش زاد اكل ما تعمقت لكش في الحكايه كوم الفوق اي انا نص ساعه ما تعمقتش فيش ناوي تتعمق بوب والله والله يا اخويا طارق والله اسمعني اجا بحذانا تعمق هنا خذ ساعتين والله تبارك الله عليك والله كان جيت والله نجيك والله مرحبا بخوي والله نجيك ولا نصدعك بحذاي شوف اخويا تجيب بحذاي والله عندي جاي على قريب تو نكلمك مال قايدوا لي النمر تبعتي الوتله طلعوا غاليين غادي نادي قل لي وكلمني وفي اي وقت تو كنت تكلمك هي كيما كلمتها كل عام اها 7 متاع العشيه ها وزوجتك مشات لتونس بقضايا ايوا قالت لك نعملوا قهيوه مهدي قول لها انت تو كيفاش تقول لها جوس باش نحكيو تقول لك جوس باش نحكيو كل تقبل والله اذا نقول لك قهوه نتاع قاعده هكا وباش نحكيو هكا على امور كيما قهوه المستير نتاع 2005 بالضبط والله اذا نقول لك اخويا طارق يمكن نقبل يمكن لا علاش لا يمكن نقبل يمكن لا خاطر على زوجتك ممكن نحسك بذنبه مع المرأة اللي معايا خاطرها انسانة باهية ولو لا خليني حبيبي بطلت مش نقول هذا قول ما يسالش معلش بيمشي يقول لو كلمتك قتلك بطل ونعرسه نبطل من مرتي ونعرس هي زايد حسيت هالسؤال اي لا مستحيل ما عادش طيب اش قول لك علاش علاش اول حاجه قلت لك مرتي انسانه باهيه وانسانه كل يعني خلت دخلت في في في, في قلبي وكذا وزيد اون بليس اني كيف ندخل توا ويعرفني ولدي وكذا وشوف ولدي كيفاش هكا هي جابت صغاره الدنيا ينسيني الدنيا وما فيها هي جابت صغاره اي جبت صغار عندك صغار عندك وانا فرحان لك بعائلتك الجميلة الجديدة هذه اما ديما من الداخل عندي الفرحة اللي كيزوز تفرقوا يرجعوا بعد برشا فهمت فرحان لك لعائلتك اما فهمت اما حزنت على كيفاش هي بطلت بعد ما انت سيئة شفت حياتك رغم اللي قعدت 10 سنين وانت واقف على اطلال والله 10 سنين واني قلت لك امي قلت لي اني كبرت نحب نشوفك نحب نشوفك اما انت نسيت على الاخر بشهاده الرومبوان اللي ريتها في 6 ايام التالي ودخلت بعضك نسيتها ياسر انت خويا طارق صدقني اني في الرومبوان هكا باش نقص الرومبوان واني كرب هكا قدامي الغزارة لقيتها هي ما شافتنيش هي كان شافتني تقف على البلاصه هذا شو تقول زوجتك اخر شيء مهدي والله يقول لها راني يعني كل نحبك وماذا بيا هكا فهمتني ولا نقعد هكا عيشه محلاها مزيانه هكا حلوه فهمت ماذا بينا ما يدخل حد ما بيناتنا زوجتك باش تتفرج في المقطع هذا في الحلقه هذه ما انا كنت تكلمنا بالحلقه الكل احنا نحكي والله شو نقول لك
معناها انت تحب تقول كان هي شافت الحلقه هذه شنو اني مش نقوله مش انت شنو باش تقول هيش باش تحس والله ما نعرفش ممكن تعرفني اني خاطر ما عادش عندي انت باش توريها ولا شنو الفيديو هذا نورمال عادي كي تصادف نوريها الفيديو اوكي ما يقلقنيش خاطر نعرفها تفهمني هي شكرا لك مهدي اللي شاركنا هذه القصة وكان ملخصا طويلا لهذه القصة استمتعنا في سرد هذه الحكاية تو حكينا احنا من قبيلة ومستير وكل بعد يمكن تقول شنو هالخيانة اللي تحكيوا عليها وتفسر وتبر ومستمتعين لا انا بالعاني حبيتوا يحكينا على القهوة اللي صارت بعد العرس بتاعها علاش هو اش صار هو يحب مراه والمراه هذه بوها وخوها ما حبوش يعطيوها له واعطوها لحد اخر هاك اعطوها لحد اخر وقال لك ما لازمهاش تستنى المراه لا تضيع لنا لا تضيع لنا ما عرفش يصيروا حكايات كذا هاكم اخذتوا لها واحد بالصيف ما اخذت لهاش اللي تحبوا هاو الضيعه بين قوسين صارت بعد وقهاوي صاروا بعد ويمكن لو مهدي سير شويه راه الله اعلم راو صارت راو هروب ولا البرة ولا فهمت دونك راو أبشع شيء في هذه الحياة إنه تبعد ولدكم على المرأة اللي يحبها ولا بنتكم على المرأة اللي يحبها على المرأة اللي على الراجل اللي تحبه نجم تكون نظرتكم صحيحة راه نجم تكون نظرتكم صحيحة للشخص لكن مع إنه يتحمل مسؤوليته في اللي حب خير من اللي انتوما الوالدين تتحملوا المسؤولية الكبيرة هذه لازيد بعد طلقة ساعة هي ولازيد خمت ياسر في رجل آخر وهي متزوج هذا الكل بسبب العائلة التي رفضت حبها القديم فاصل صغير ورجعين معاكم في كلام القلب بعد شوية نكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو محمد فؤاد أنا لو حبيبك وصلنا للعشرة وثلاثة وخمسين دقيقة موصلين معكم حتى الحديث تعليل في كلام القلب وكانت أغنية بطلب من محمد المستمع متاعنا ولا مهدي من محمد هو اللي طلبها قبيلة اللي خذيناه في أول الساعة الثانية حب نقرأ القصة ذي من إيمان قبل ما ناخذه خميس في التليفون قالت لي سمحني حبيت نسلك خاطر ما عرفتش شنو نعمل والحقيقة ما لقيتش شكون ينصحني يمكن خاطر استنست ما نحكيش اللي يصير لحتى حد نعرف اللي حكيها باش نقولها لك يمكن باش تبان لك تافهة برشا على خاطر ما نعرفش يمكن حتى أنا زادها في وقت من الأوقات نشوفها تافهة أما حبيتك تنصحني خاطر ما لقيتش شكون يعاونني اش نعمل يلا كان نجمنا تنقولوا لك انا حبيت وليد اما هو كان يحسبني جاست فريند بقينا هكاك عام كامل انا نحبه هو فريند انا نحبه هو فريند وانا نعاون فيه على ما نقدر في القرايه في الاخر هو انجح وانا تبلت نعرف اللي باش تقول لا حاشاك بهلوله علاش اما وقتها اعطيني شوف حاجه واو هكا يا اخويا الحب قديش يتعب اعطيني شوف حاجه واو ويشوفني اني انه يستحقني ولا انه اني نستحقه يلقاني بجنبه في كل لحظه بعد في الصيف من با حتى يسال عليا بعد ما عاونته في القرايه ما يسالش عليا اش عملت قلت ما يسالش عادي اما وقتها هو سافا ولا في الفاك بعيد وبحكم احنا نسكنوا كما نقولوا في نفس الزون تي نقولوا احنا حوماني يعني في منطقة واحدة وبحكم زادة المنطقة صغيرة تقابلنا قدش من مرة يا طارق وهو مينبا خسر علي حتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان يتبسم ويتعدى انتر بارونتيزك التبسيمة ذيك وتتعدى قدش دخلنا بعضنا يتكلم يا ما تبسم ليش كان يتبسم ويتعدى كان قلبي يوجعني خاطر كنت نشوف في روحي انه حتى كان عاتي ربي راني فاك زادة انا دونك نفهموا اللي ايمان عاونته ما هي منش حتش ما هو نجح المشكلة مش لنا المشكلة انه برشا يقولوا لي انه حكايتي هذه رخص على خاطر انا نجري وراه وهو بعثني بالرغم توجعني الكلمة هذه كنقولها على روحي خاطر حتى أنا نتبناها ساعات
لما زلت بارتي صغيرة مني تتوحشوا. نعرف اللي يلزمني نقر على روحي وما يلزمنيش نخمم فيه، ما عمري ما نجمت ننساه وننسى أياماتنا الحلوة، واللي يزيد يوجع عمري ما نجمت ننسى كيفاش تصرف معايا. مثالش أنصحني خاطر تنجم تقول فترة مراهقة، وديزولي كان طولت عليكم ولكن خذيت من وقتكم، ونفرح ياسر كان جاوبوني. Est-il possible de discuter avec vous؟ هذا بعث الميسنجر وحده في الاخ. اش باش نقول لك يا ايمان؟ والله في بالي كنت شنيخو خميس في التليفون، ذولي ما عادش يكفينا الوقت. معانا سي خميس في التليفون، مسالش موان نسلموا عليه حتى من باب الواجب. سي خميس اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو احوالك سي خميس؟ الحمد لله. منين تكلم فينا؟ انا وصلت لك ميساج سي طارق، حبيتك تكلمني. اي وانا كلمتك قبل. قل لي، نسيت خاطر. وسلاح المؤمن الدعاء. ونعم بالله. وابتلاني ربي في ولدي. اي خويا طارق، في حتى نص درا مش مشكل. قل لي. من عبد فقير ذليل الى رب كريم جليل. تسمع فيا خويا طارق؟ اي لبابا ليك الكلمه. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك. امين. يا ودود يا ودود يا ذا عرش المكين. اللهم نسالك بنور وجهك الكريم. يا رب. ان تجلي علينا الغمه يا رب. اللهم انه عبدك، ابن عبدك، ابن امتك. ناصيته بين يديك. ماضي فيه حكمك، عدل فيه قضاءك. اللهم قلت وقولك الحق. الجنه حق، النار حق، الصراط حق. يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، يا رب ان كان مسيء فتجاوز عن سيئاته، ان كان محسن فزد في احسانه واحسانه. يا رب يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحم ابني يا رب. يا سي طارق ولدي 17 سنة ولدي نوارة. يا سي طارق صباح يكلم الجمعة نسلي احنا والدعاء. يا سي طارق خويا انا اللي تشفيت في ولدي. انا عارفك اللي عندك نبضات مؤمن، عندك نبضات تاع انسان تحس. نعرفك جيب سيد صحت ايات قران، ونعرف انا حاس بيك. تشفيت يا خويا طارق، تشفيت. ساكت مطرب عندي شهرين تو، كلمتك قبل اللي تعرفت. كيفاش توفى ولدي؟ ولدي توفى تو طبيعي بزاف، تم الشغل احنا مرضاك ما تعرف. تم شويه هكا شباب ضربوا بحجره واحده على راسه، صاروا لازيفك فمي يمشي على موتور. يلعبوا ولا فادلكوا ولا؟ لا 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 ما يعرفوش جمله ماهوش. لا لا ضربوا هكاك لله في سبيل الله. ضربوا بتعدي الموتور، خليش بيك تغزلي، خلي مش تغزلوا الكود. اماره عنده موتور كبير، ضربوا بحجره على راسه بالتالي تويكا موقوف و... صار له نزيف. يا طارق يا ولدي، ولدي دوارة، ولدي قبري، ولدي ما قبري كيف أبوه، ولدي 17 في خدشية تقوله ما تخلش تاع 17، ولدي ما شاء الله، ولدي زين وعيد. يا طارق يا خويا تشويت تشويت تشويت، نعيش وحدي تو، حكيت لك نعيش وحدي. أنا نطر في عيناتي الله عني يا أخي يا طارق، أنا صي صي صي. تحس مو بعد شوية سي طارق، تحس مو بعد شوية رانا في الحمد لله. احنا يوفى الصبير ولا اجر بغير حساب. سامحوني كان ليلة الجمعة. لا اله الا الله محمد رسول الله. سامحني سي طارق، سامحني كامل فريقكم كل كان. تشويت يا خويا طارق، تشويت 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 تشويت. ولدي مسلم الجبيلي ولدي. انا مطلق ومريتوش عنده قداش، مريتوش ما بكيت، مريتوش مدة شهرين ثلاثة مريتوش. ما ودعتوش حتى؟ ما ودعتوش. غرقوني. شو أحلى كلمة كنت تسمعها من ولدك؟ يقول يا بابا نخدم ونخدم وجيبي، انا صور فلوس وجيبك ونخدم عليك، يبوسي من جميلي بابا، يبوسي من جميلي من دبل خدي. ان شاء الله بكره، يا ان شاء الله بكره يوم القيامه بكره عندي بالجنه يا سي طارق. ان شاء الله ربي يرحمه. ان شاء الله ربي يرحمه. ربي يكتبه ان شاء الله من اهل الجنه. راني نحبكم في الله، راني نحبكم في الله.
ان شاء الله ربي يكتبه من اهل الجنه مع الصالحين وعلى الابرار مع الانبياء. امين يا رب. وان شاء الله ليكم لقاء ان شاء الله في جنات الخلد بقدره الله. انت ليك يا رب. قالك انك تدعي له وتصبر على هذا الابتلاء، والله يبتلي من يحب. و احنا ده في طارق احنا ده. وقال ربي في اياته: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون. ان شاء الله ربي يصبرك سي خميس. نعتذر لي وخرنا عليك باش خذيناك، لكن الحمد لله انه في الاخر درك كيفاش قلت خلنا ناخذ سي خميس ومسالش خلي يفرغ قلبه شويه. شكرا ليك اللي اخترتنا حتى تفرغ قلبك معانا بحذانا. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبرك. والله يا سي خميس اثرت فينا الكل، حتى هاو المخرج بحذانا مسيسي كي نفوت وقت الاخبار بدا يعيط من بعيد، وكل لم يجرؤ حتى انه يشاميني ولا يقول لي باش نخرجوا اخبار. ان شاء الله ربي يصبرك، ربي يرحمه، ربي يجعله من اهل الجنه. اللهم عافي واعفو عنه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم دله خيرا دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وربي يصبر كل احبابه وكل عائلته. نعتذر من ايمان اللي ما جاوبتهاش، نوعدك نجاوبك في حلقه نهار الاثنين لانه داهمنا الوقت. نتقابلوا نهار الاثنين في نفس التوقيت. الى اللقاء. ربي يرحم كل الشهداء في غزه، وربي يصبر كل انسان فقد حبيب رفيق انسان قريب منه. تصبحون على خير.